هاتوا البارده. مو هو ما خلصت بس اني جاء تفرج في هذا الطبخه البارده يا وليد. الطبخه البارده طبختكم عنده هو البارده. اوه وانتم حاره خلصتوه. ما في مبارده وليد. طيب تعال عندي هني عشان بعد انت بتناقر محمد ناصر. ترى وصلنا يوم باقي 8 ايام يعني عادي ترى العايف الجوال. بالله كلمي ترك الدوسي. يعني سامحنا. يعني ما عليك من لا سامحنا. تخاف من ترك الدوسري؟ ترك الدوسري يخافوا من عرب واجد مع وليد الحق. يعني تخاف يعني؟ ها؟ يعني تعرف انك تخاف. انا ما اخاف بس احتراما وتقديرا للاهامه الاعلاميه والسلطه العليا والرجل اللي لا يشق له غبار. طيب. ولا الخوف ما في خوف. حلو طيب وليد. هل وليد هو يعتبر انه هو اللي اضاف للشعر او الشعر هو اللي اضاف لوليد؟ لا انا اشوف انا اسمي واسم ابوي وجده اللي اضافت الشيء. يعني هذا اللي اضاف هذه النرجسيه حزمي من وليد. لا حزمي سعد يقول لا والله ما ادري وش بيته ما ودي ازل فيه لكن يقول لا تحطني شاعر واسمي اكبر. اوف ايه اوف هذه لها معنى كبير. وش معنى تفسرها يعني؟ يعني انا اكبر من الشعر؟ لا ما هو بعني اكبر من الشعر ولا اصغر من الشعر. الشعر موهبه يعني ما هو بحاجة أساسية. طيب وليد وش اللي تعلمته من الشعر وتتمنى إنك تعلم ولدك فيه؟ ما الشعر ما تعلمت من الشعر. ما علمك أشياء؟ لا لأن كلام قولت يقولون كلام يقادة يعني هي مشاعر وكلام مصفى. بس يعني ما تشوف إنه شيء تعلم فيه ولدك أو إنك تخلي ولدك يمكن موهبات ولا موهبة تعلم يمكن أسمع لي أنا قصيدة هالشاعر مثلا فيها نصيحة فيها شيء تعلم منها أما إن الشعر يعلمك لا. طيب هل إنك تطمح إنك تعلمه لولدك؟ أو تخلي ولدك يصير شاعر؟ لا زي مثلا لاعب وده يخلي ولده لاعب الرياضي. لا لا شوف هو مهم أدري بس لا عادي. لا في بعضهم أنا سألت في أسئلة وفي ناس كثير طلعوا بلقاءات قالوا الشعر موهبة هي من هبة من الله تعالى. حلو. لكن في بعضهم يكتسبها هل هذا صح؟ وكثير قالوا ممكن شعار تعرفهم بعد. شوف هي موهبة ولا وراثة وفي اكتساب. طيب لا طيب في كثير شعار قالوا لا 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 يكتي يعني انا يكتسبها يكون يعني لو يكتسبها ان كان احمد العوض بكره بعد التنجيمه يكسب يصير شاعر. ممكن انما انا ما احب اني احد يقول لي شاعر. طيب ممكن طيب يمكن غيرك يقدر يجي ويقول ابغى شاعر. هو محمد حسين هذه يا وهبه من الله وهبه يوبك يا ولا عندها وراثه عاد نصير يعني مستحيل نصير مكتسبه يا وليد. لا طبعا انت هل شفت في شعار يمكن معروفين قالوا تصير مكتسب طلعت مقاطعهم لو ما توقع واذا قال هذه وجهه نظره لكن انا يعني مستحيل انت تشوفها. طيب الله يخرجني من الله يطلعني من المطبخ اليوم على خير يا رب. وليد لو جاك منشد وطلب منك قصيده بدون لا تتردد تعطيه منه من المنشدين المعروفين ما احتاج قل اسمه عادي. المبدع مين المنشد المبدع اللي ادري انه في انا في اسم منشد كيف تعرف مبدع انت في اسامي الحين عندنا بالساحه اسامي منشدين خلي اخويانا الموجودين جاك فلان الفلاني مثل من؟ مرشد أنت سملي أكيد قل له يجيك فلان تعطيه أنت بنظرك لا ما أعرفه أنت لا. بنظرك أكيد لا أنا ما أروح أفضل واحد على واحد أقول له يجيني فلان بعطيه يعني كلهم مبدعين لأني أعرفك أنا لو قلت فلان وبعطيه بتقول من هو اللي لو يجيك ما عطيته استحيل حتى في زاوية 90 لا والله ما حطك صرت أعرف الخبز الإعلامي خبز الإعلام الخبز الإعلامي صدقني إني أسألك ما في شيء أنا لا كان بقول لك حاجة لو أنا شاعر أرد عليك لو أنا شاعر وجاء قال من ودك أحمد إن يشيل لبيتك أقول والله ودي مثلا فهد بن فصلة مثلا انا اقول ودي نادر الشراري استحل يعني فهمت كيف؟ كله ايوه نعم فيهم منشدين كامل لكن اكيد لك منشد مفضل هذا ما اقصد شوف منشدين واجد مفضلين لي انا اسمعهم ايه اسمع لهم حلو اسمع القفراني حلو ايه اسمع ل وش اسمه نياف بن تركي حلو اسمع لمحمد العيافي حلو يمكن هذول الثلاثي اللي انا جديدهم ما فوت هذيلهم يعني من المفروض يعني ذولا انا افهم لو اطلبهم ولا الباقي مبدعين اسمع لهم بس انت تقول وليد وشي انا لا دقيت سلف راح للبل احد الثلاثه ذولا لازم يكون شغل اي ممكن لانهم اخوياك عشان كذا والله ما اعرف منهم واحد الا محمد العيافي قابلته هنا جانا ضيفه قبل يعني محمد العيافي افهم لو طلب من قصيده تعطيه بدون تردد شنو بس سعد أي واحد بيجيني يقول يا وليد ابغى قصيده بعطيه وبس معروف على الساحه وصوته يضيف لقصيدتي يعني يضيف القصيده تعطي واحد مش معروف على الساحه شوف يا احمد العوض انت شاعر وانا منشد بس ان سبع دقائق ترى بقى شباب ايه الصوت ما 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 ما, ما لا بس اني بنشد بس الصوت لك عليه طيب اجيك وقول عطني قصيده تستحي مني تعطيني تدمر قصيدتي تذبح حتى لو بشيلها واحد بعد ولد انا بوريك شنات عيال هدي طيب قبل لا نسمع من وليد قصيده
ايش رايك وليد نسحب على هاشتاج؟ يلا البزنس 92 طفيت عنده. اي خلاص قفلنا هذا، غطه وحطه تحت. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.